What a shave. ايه فاهم؟ انت ليه محسسني ان انت جاي البرنامج تنقع عروسه؟ No. I want her my new movie. هتاخدها فيلمك الجديد؟ طب وانا فاهم؟ انا اللي وشي في وشك طول النهار. عيب كده يا اخي، ما تشوف لي اي مصلحه معاك في هوليوود. ان شاء الله. ان شاء الله. انت بتنقلني يا فندم؟ اوكي. انا هكلم سيلفستر على التليفون واقول له ياخدني معاه الفيلم الجاي. اوكي. وبتتريق كمان على الزملاء؟ هقول له، والله لو اقول له. طلع مجد، طلع مجد. هاي يا ساتر يا رب، رئيسة محمية النعام بوادي الريان. كيفك تارة؟ كيفي طويلة زي ما انت شايفة. الحمد لله. الحمد لله على السلامة. الحمد لله على السلامة. ليه هي جاية عدو؟ هي كانت في ماراثون ولا حاجة؟ الله يسلمك. انا اسمي شانتال معلوف. ايه ده يا جدعان؟ ده دي لابسة قميص على التيشيرت. ايه شغل النجارين ده يا بيبي؟ And these are yours. Thank you. ممكن اكله؟ بس لا تعرف ان احنا عم نصور behind the scenes. Okay. For the film. الغاره بدات، الغاره بدات. خشي كرمال، خدي ساتر يا بنت. اطلب منك تستلسي هيدا. اكيد. بس الجزمه رخيصه قوي يا قطه. من باتا دي ولا من العتبه؟ هلا المخرج عم بيصور مشهد مع فان دام. اسمه فلوتو باركينوس. باركينوس انهي نوع بقى، زان ولا ارو؟ من بعدها المشهد تبعك. بص يا جماعه التسريحه يا جدعان، دي عامله تسريحه الملكه سترع. هيدا الكرفان اللي هتقعدي فيه صراحه ان شاء الله يعجبك. ويا بنت السلاسل دي كلها، دي تحس انها جايه من معتقل المغول. اتفضلي من هون. لا دي مش محتاجه سلم يا جماعه، دي كفايه تمد رجليها كده هتخش الكرفان على طول. اوكي على الشمال.